قصة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. البلاد تعيش يوما ثانيا من الإضراب، والحكومة تلتئم اليوم في بعبدة وقد تبحث في سلسلة الرتب والرواتب. الرئيس سليمان يرجئ جلسة الحوار الوطني إلى الأسبوع الأول من عام 2013. الأزمة السياسية في مصر تتفاقم، اشتباكات في ميدان التحرير، وواشنطن تقلل من مخاوف تحول مرسي حاكما ديكتاتوريا. عشرات القتلى في انفجارات هزت جرمان جنوب شرق دمشق، ومقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية جديدة في ريف حلب. عباس في الأمم المتحدة غدا لطلب منح بلاده صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. لا حوار غدا، لا سلسلة رتب ورواتب اليوم، لا قانون جديد للانتخابات نهاية العام. وهكذا العمال والأساتذة يضربون اليومين. السياسة في لبنان تمرير للوقت، والإنجازات الحكومية تبقى وعودا في ملفات يحملها الوزراء إلى جلسة مجلس الوزراء عصرا في بعبدة. في سوريا 50 قتيلا و120 جريحا في تفجيرات في جرمان في ريف دمشق المشتعل، وتعزيزات أمنية شملت القصر الرئاسي ومطار دمشق، رافقها انتشار أمني غير مسبوق في ساحات العاصمة بعد أنباء عن انقلاب عسكري. في مصر تتواصل اشتباكات ميدان التحرير بين معارضي مرسي وقوات الأمن. وحده الرئيس الفلسطيني محمود عباس خرج عن تشاؤم دول الجوار وتوجه متفائلا إلى نيويورك، سعيا وراء رفع فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة. نبدأ من لبنان، من إضرام واعتصام الهيئات النقابية في يومه الثاني. أمام مبنى التبقى في كورنيش النهر، نفذت هيئة التنسيق النقابية ورابطة الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وروابط المعلمين اعتصاما تزامنا مع مواصلة الإضراب لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم إحالة الحكومة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب لإقرارها. نحن نطلب أن تقدم الحكومة مصداقيتها وأن تلتزم بقرارها الذي صدر منذ أكثر من شهر ونصف. أقرت سلسلة الرواتب وادعت أنها أمنت لها كل الاعتمادات والإيرادات. نحن نقول أن ما دام الإيرادات قد تأمنت، لذلك التأخير عليه علامة الاستفهام، وهذا الذي سيضغط وهذا الذي سيدفع بهيئة التنسيق لأن تحمي هذا القرار وأن تحمي الحكومة من قرارها ومن ترددها. هولي اليومين مش يومين وبس، هولي بداية لشل القطاع العام بشكل شامل ومفتوح. إذا بقوا على موقفهم ووضعوا ما سمونه قطنا في آذانهم، فنحن لقادرون على سحب القطن والمضي قدما نحو مزيد من الاعتصامات والأضرابات والتظاهرات والاعتصامات المفتوحة. الناس معكم والناس إلى جانبكم والناس عم بتراهن عليكم تعملوا شيء جديد بهذا البلد. تحية لكم يا هالإداريين، تحية لكم يا هالإداريين يا هالقطاع العام، من هون من وزارة المال، من هذا المبنى التفاقة اللي عم يفرض ضرائب على الفقراء. هذه الضرائب اللي عم تنفرض على الفقراء صار لازم تنفرض على الأغنياء. وأكد غريب أن لا دولة من دون موظفي الدولة، وأن شل القطاع العام لم يعد شعارا بل بات فعلا ملموسا. وللوقوف عند إمكانية التطرق إلى مسألة سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الدولة مروان خير الدين. معالي الوزير، أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. هل هناك إمكانية لبحث سلسلة الرتب والرواتب اليوم؟ يعني الإضراب استمر يومين والهيئات النقابية متوجهة نحو التصعيد وصولا للإضراب العام، كيف ستعالج هذه المسألة؟ في أول شيء لإلي كل مشاهدينك، في إمكانية طبعا أن الاجتماع اليوم هو بقصر بعبدة، وممكن أنه ينبحث أي موضوع من خارج جدول الأعمال، لأنه السلسلة منا واردة اليوم على جدول الأعمال.
ممكن انه تنبحث وقد تبحث. انا بدي اطرح كنت اليوم بهذا الاجتماع لن ننجز اكثر. سلسله مثل ما الكل بيعرف، مثل ما الاخوان كمان بالنقابات بيعرفوا، ولايات نقابيه السلسله اقرت، يبقى انه هن ما بظن بيريدوا انه يكون في تسرع، هالتسرع هذا يعمل مشكله بالاقتصاد، بدها شويه استيعاب وبدها شويه تروي. والاضرابات يعني ما بتصور نحن رح نكون عم نسمع اكثر او عم نحاول اكثر اذا اضربوا، بالعكس نحن متفاهمين الحق تبع الموظفين، ولكن نحن كمان رجال مسؤولين وما بنريد انه ناخذ قرار بالنتيجه نكون عم ناثر فيه سلبا على الاقتصاد لنخلق نمو سلبي بالاقتصاد او نخلق تضخم بالاقتصاد. من هذا المنطلق انا رح اطرح اليوم بمجلس الوزراء تشكيل لجنه اخصائيين بيكونوا بيعرفوا فيهم يعملوا الوقع الاقتصادي من جراء اقرار هذه السلسله. يعني نحن بالفعل اقرينا السلسله، بالفعل بحثنا في بمصادر تمويل، انما يبقى شو إمكانية أنه هالسلسلة تعمل تضخم بالاقتصاد، شو إمكانية هالإقرار هاي السلسلة أنه يعمل مشاكل بالاقتصاد نحن بغنى عنا. وبالتالي أنا سأقترح تشكيل لجنة أخصائيين من القطاع العام والخاص اليوم، وإن شاء الله يتاخد باقتراحي. أستاذ مروان، معيشيا يبدو أن الحلول مؤجلة، حكوميا هل التغيير الحكومي وضع على نار حامية؟ يعني لا يبحث كما تعلم التغيير الحكومي على طاولة مجلس الوزراء، هذا يبحث. لا أسألك سياسيا وسط العروض التي تحدث أن رئيس الجمهورية سيتقدم بها. يعني نحن غير متمسكين إطلاقا ببقاء الحكومة، إننا متمسكين بعدم خلق فراغ في لبنان، وبالتالي قد يفسر البعض موقفنا انه متمسكين بالحكومه، ما عندنا يعني يفسروا هيك اذا هن معتبرين انه لا بنروح الحكومه وبعدين بنشوف شو بنعمل. نحن ما معتبرين هيك، نحن معتبرين في طاوله حوار، فليجتمع الجميع على طاوله الحوار، فليلتف الجميع حول فخامه رئيس الجمهوريه وليبحث ويتفق. نعم. الحوار الحوار وننفذه. الحوار اجل الى مرحله ما بعد الاعياد، ربما نعم. شهر، هل ستؤجل أيضا يؤجل التغيير الحكومي إلى هذه المدة؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير حكومي ما لم يتفق اللبنانيون بين بعضهم على شكل الحكومة القادمة، ولا يجوز الاتفاق ولن يكون هناك اتفاق إلا على طاولة الحوار برعاية فخامة الرئيس. فندعو جميع الأطراف اللبنانية التي تقول أنها أن الحوار لا جدوى فيه أن تغير رأيها، ونأمل أن تغير رأيها بأقرب وقت وأن تجتمع. لبنان محكوم، لا يحكم إلا بالتوافق كما قلنا مرارا، لا يحكم إلا باتفاق جميع أبنائه. نعم. وما من طريقة أفضل من طاولة الحوار برعاية فخامة الرئيس. وزير الدولة مروان خير الدين، شكرا لك على هذه المداخلة. كشف مصدر دبلوماسي عربي لصحيفة سفير عن عدم حماسة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى الحوار هذه المرة، وعلى عكس المرات السابقة لبل إقدامها على الطلب من حلفائها اللبنانيين ولا سيما رئيس كتلة المستقبل الرئيس سعد الحريري عدم التجاوب مع دعوة الحوار. وقال المصدر إن الموقف السعودي من حكومة ميقاتي اتسم بحدة شديدة، إذ اشترطت الدوائر السعودية استقالة حكومة ميقاتي للمشاركة في الحوار وبعدها لكل حادث حديث. ذكرت صحيفة الأخبار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سئل عما إذا كان منزعجا من المواقف التي تطلق من مخيم اعتصام تيار المستقبل أمام منزله في طرابلس، فرد مبتسما: أضع في أذني قطنا حتى لا أسمع، وأعطيت تعليماتي بأنه إذا أراد المعتصمون أن أمرر لهم كابلات كهربائية من منزلي لإنارة خيامهم فأنا مستعد. في سوريا أكثر من 50 قتيلا و120 جريحا في انفجار سيارتين مفخختين في جرمان في ريف دمشق. في ريف حلب مقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية ويأسرون أحد طيارها. الميدان السوري بات ساحة لكل أساليب المواجهات التي تحصل عادة في الحروب الكبيرة، بدءا بالسلاح الأبيض إلى الغارات الجوية والتفجيرات والعمليات الأمنية. تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين يهز جرمان في ريف دمشق، عشرات القتلى والجرحى في هذه المدينة التي تقطنها غالبية من الدروز والمسيحيين. المرصد أشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم بحال خطرة. الإعلام الرسمي اتهم بدوره إرهابيين بتفجير السيارتين بكميات كبيرة من المتفجرات في الساحة الرئيسية في جرمان، مشيرا إلى أن التفجيرين تزامنا مع تفجير عبوتين
ناسفتين في حيي النهضة والقريات في المدينة أسفرا عن أضرار مادية. من جهة ثانية ذكر المرصد السوري أن طائرات حربية نفذت غارات جوية على مدن في ريف دمشق وحمص. وفي ريف حلب حيث تغير طائرات النظام أسقط مقاتلو المعارضة طائرة حربية كانت تقصف مناطق قرب الحدود مع تركيا بعد إصابتها بصاروخ أرض جو مضاد للطيران وأعلنوا أسرى أحد طياريها. إلى ذلك شنت مقاتلات حربية 5 غارات على مدينة معرة النعمان في 15 دقيقة وترافقت الغارات مع معارك عنيفة بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية التي تحاول استعادة المعرة. أعمال العنف تأتي عقب مقتل أكثر من 130 شخصا في أعمال عنف الثلاثاء. وفي الأمم المتحدة تبنت لجنة في الجمعية العامة قرارا يندد بالانتهاكات الخطرة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبي التابعة لها. عقب لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، أكد أبو فاعور أن اللقاء كان فرصة لتأكيد التزام الحكومة بإرادة إيواء ومساعدة النازحين السوريين. وأشار أبو فاعور إلى أن خيار إقامة مخيمات للنازحين السوريين غير مطروح حاليا، لكنه غير مستبعد نهائيا، مشددا في الوقت عينه على وجود إجماع لبناني في إيواء وإغاثة وحماية أي نازح سوري يأتي إلى لبنان. في مصر وغدات التظاهرة المليونية الضخمة تتواصل والاشتباكات في ميدان التحرير، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسل MTV هشام مهران. هشام، ماذا عن الوضع الميداني أولا وماذا عن الأزمة السياسية المتفاقمة على مدار الساعة؟ نعم، يعني فيما يتعلق بالتطورات الميدانيه فان اعتصام القوى السياسيه في ميدان التحرير في اعقاب المليونيه الحاشده التي كانت امس والتي اتخذت شعار للثوره الشعب يحميها، هذا الاعتصام مستمر في ميدان التحرير والذي تم فتحه بصوره جزئيه امام حركه السيارات، ولكن على مقربة من ميدان التحرير في ميدان سيئون بوليفارد القريب من السفارة الأمريكية في القاهرة هناك اشتباكات حادة ما بين قوات الشرطة والمئات من المتظاهرين الذين يقذفون قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف وترد عليهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع. يعني حتى الآن ضبطت قوات الشرطة 18 متهما صباح اليوم من من تسميهم بالعناصر المثيرة للشغب. أيضا شهد ميدان سيمون بوليفار واقعة مؤسفة عندما اشتعلت النيران في جسد مجند للأمن المركزي ألقى عليه بعض المتظاهرين قنبلة مولوتوف ولكنه نجا يعني بعجوبة الفقير. اليوم على صعيد التطورات السياسية فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بيان شديد اللهجة ضد اتهام رئيس الجمهورية لها بأن هناك تسريب للأحكام من جانبها، وقالت المحكمة أنها تتعرض لهجمة شرسة منذ حكمت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وأن هذه الحملة ممن خسروا مقاعدهم ونفوذهم في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وطالبت أيضا رئيس الجمهورية الذي انضم لحملة الهجوم عليها حسب البيان واتهمها بتسريب الأحكام طلبته بأن يقدم الدليل على هذه الادعاءات، وقالت المحكمة في بيانها أنها لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز وأنها ستستمر في أداء دورها. المظاهرات التي عمت 14 محافظة مصرية بالأمس يعني كانت أبرزها في مدينة المحلة الكبرى التي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبين المتظاهرين وتحول الأمر إلى حرب شوارع بين الطرفين باستخدام البوليتوف والطوب والحجارة والصواريخ النارية، ووقع العشرات من الجرحى عدد كبير منهم مصاب بطلقات خرطوش. أيضا في مدينة بورسعيد هناك 48 حالة إصابة في الاشتباكات التي جرت أيضا بين أنصار الإخوان ومتظاهرين، بينهم صبي أصيب بطلق ناري في ظهره وحالته أيضا سيئة. اليوم جماعة الإخوان المسلمين دعت أهالي الإسكندرية للمشاركة في 3 مسيرات ليلية حاشدة
اعلان التأييد لقرارات رئيس الجمهوريه والاعلان الدستوري. من ناحيه اخرى ايضا فان رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السفير محمد رفاعه الطفاوي يعني قال ان الرئيس لن يتراجع عن الاعلان الدستوري الذي تسبب في هذه الازمه الحاده في مصر، وقال انه في حال وصول الاعتراضات الى مستوى العصيان المدني والعنف ان السلطات ستتعامل بحسم. ايضا ربما له تصريح سيكون مسار للجدل في الفتره القادمه عندما تحدث عن مؤيدي الرئيس مرسي هم اضعاف المتواجدين في ميدان التحرير، فيما يعد الى حد كبير نوع من الحوار الاستقطابي الذي يعاني منه الشارع المصري هذه الايام. هشام مهران، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معنا من القاهره. طبعا سنتابع كل التداعيات في تقارير مفصلة في نشرات لاحقة. اعتبرت واشنطن أن الوضع في مصر غير واضح، مقللة من مخاوف أن يصبح مرسي حاكما ديكتاتوريا، مشددة مطالبتها بإنهاء المأزق الدستوري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولن إن التشاور يتواصل مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقويمهم للوضع. بعد الإعلان التزوير ينسحب إلى شهادات الصيادلة. وقبل الانتقال إلى الأخبار الاقتصادية، قال وزير الأشغال العامة والنقل الغاز العريضي عقب زيارة وفد من الحزب الاشتراكي لحزب الله أن جلسة الحوار أرجئت لأن ثمة من يريد أن لا يأتي إلى الحوار، معتبرا أن المقاطعة ليست إيجابية إلا أننا نحترم هذا الحق وسنستفيد من هذه المهلة لجمع كل السياسيين. العريض أوضح أن ما يقوم به حزبه مكمل وداعم ومساند لرئيس الجمهورية الذي لم يوفر مناسبة لجمع كل اللبنانيين. والآن إلى موريس والصفحة الاقتصادية. هاي موريس. مرحبا شانتال. شو في عندنا اخبار الأربعة؟ يعني بعض الايجابيه بلبنان، بعض التراجع ولو الخجول جدا لاسعار المحروقات للبنزين اليوم 100 ليره، ايضا عندنا نسب افضل من الارتفاع. صحيح طبعا، وايضا عندنا الدين العام اللبناني الى مزيد من الارتفاع، الازمه الاوروبيه المستمره وايضا الضغوط المستمره على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. على كل حال الاخبار الاقتصاديه منا بعيده عن السياسيه، تفضل. شكرا شانتال. بالبدايه لبنانيه، اظهر تقرير دولي لجمعيه مصارف لبنان عن ارتفاع الدين العام للدوله اللبنانيه حتى نهايه ايلول 2012 ل 56 مليار دولار، بارتفاع 2.4 مليار دولار من بداية هالسنة، وكان الدين اللبناني وصل نهاية كانون الأول 2011 ل 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار نهاية 2010، أي بارتفاع مليار دولار بعام واحد. والتذكير بلغ الدين العام للدولة اللبنانية نهاية 2010 حدود 52.6 مليار دولار، بينما بلغ عام 2009 حوالي 51.1 مليار دولار. ايضا لبنانيا، انخفض صباح اليوم سعر صفيحه البنزين 100 ليره بوقت استقرت اسعار باقي المحروقات. أكد مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد السورية أن أسعار كافة السلع الاستهلاكية ارتفعت بشدة خلال العام الحالي بنسبة بتتراوح بين 35% و56% بسبب تغيير سعر الصرف والظروف الأمنية السائدة. وبتشير إحصائيات سورية رسمية إلى أن معدل التضخم ارتفع لقرب 40% بآب الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2011. وبتتوقع مؤسسة اقتصادية دولية هبوط شديد بالناتج المحلي الإجمالي لسوريا بسبب الحروب الحالية والعقوبات الأوروبية، حيث توقعت مؤسسة إيكونومست إنتليجنس يونت أنه ينكمش الاقتصاد السوري ب 8% بـ 2012، وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية أنه يتراجع الاقتصاد بما بين 14% و20%. حذر صندوق النقد الدولي من حدوث تغيير كبير بسياسة مصر الاقتصادية والسياسية، واللي يمكن أن يعيد النظر بالاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هالبلد اللي بتنص على منح قرض ب 4.8 مليار دولار. ووجه الرئيس محمد مرسي أزمة حادة بعد إصدار الإعلان الدستوري اللي بيمنحه السلطات شبه مطلقة.
أيضا عربيا بتواجه تونس عقبات أمام استعادة الأموال المنهوبة اللي تم تهريبها للخارج خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رغم الجهود اللي بذلتها الدولة بعد ثورة 14 يناير 2011 وأرسلت تونس إنابات قضائية دولية لاستعادة الأموال، كما وكان المركز التونسي اللي بترأس اللجنة الوطنية لاستيراد الأموال كان كلف مكتب محاماة متخصص بسويسرا لمتابعة الملف بأوروبا، ولكن بعد سنتين على الثورة فشلت هالمساعي بفك عقدة عملية استعادة هالأرصدة اللي بتزيد قيمتها عن قيمة موازنة الدولة للعام 2012 والمقدرة ب 16.11 مليار دولار، وما تمكنت هالجهود إلا من استعادة طائرة تابعة لبن علي ومبلغ 28 مليون دولار مودع بحساب زوجته طبعا ليلى طرابلسي ببيروت، وتجميد جزء قليل من الأرصدة مودعة بسويسرا وكندا، كما ولم تسلم السلطات التونسية أي من أفراد عائلة بن علي الهاربين حتى اليوم. كشف أعضاء ومعاونون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن المجلس ممكن يدرس قريبا فرض عقوبات جديدة على إيران تهدف لتقليص التبادل التجاري العالمي مع الجمهورية الإسلامية بقطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، وذلك لإجبار إيران على عدم الاستمرار ببرنامجها النووي، وطبعا بإطار مشروع قانون سياسي الدفاعية السنوية. وقام السناتور الديمقراطي روبرت مندز وسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة بتستهدف البنوك الأجنبية اللي بتباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات بإيران ومن بين النقل البحري والموانئ وبناء السفن وقطاع الطاقة. وأيضا أوروبيا وافق البرلمان البرتغالي على ميزانية للعام 2013 بتتوقع استمرار الركود للعام الثالث على التوالي، وأيضا بتتضمن أكبر زيادة بالضرائب بالتاريخ الحديث لضمان استيفاء شروط الحصول على مساعدات إنقاذ دولية. وكان احتشد بعد ظهر مبارح الألاف خارج البرلمان احتجاجا على مشروع الميزانية اللي بتسعى لخفض العجز ل 4.5% من الناتج المحلي العام المقبل من 5% هالسنة، بالوقت اللي بتوقع فيه أيضا هالميزانية تراجع من الناتج المحلي 1% العام المقبل بعد تراجع عن نتيجة 3% العام الحالي. إلى فرنسا، حيث واصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع بتشرين الأول وللشهر 18 على التوالي ليوصل لأعلى مستوياته بأكثر من 14 سنة عند 3.1 مليون عاطل عن العمل، مما بيزيد الضغوط على حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاشتراكي لوقف نزيف خسائر الوظائف. إلى عالم التكنولوجيا، حيث رفعت شركة أريكسون السويدية كبرى الشركات العالمية لصناعة معدات شبكات الاتصالات، رفعت دعوى قضائية ضد شركة سامسونج الكورية أمام محكمة اتحادية بولاية تكساس الأمريكية بسبب انتهاك براءات اختراع بتخصصها بعد فشل تجديد صلاحية ترخيص انتهاك بأعقاب مفاوضات استمرت عامين تقريبا. والتذكير أن أنفقت إيريكسون حوالي 5 مليار دولار على البحث والتطوير بال 2011 وقت حققت أرباح ب 937 مليون دولار من الاتفاقيات الترخيص للشركات الأخرى بنفس العام. توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أنه يوصل الاستثمار المطلوب بقطاع تكرير النفط لحدود 230 مليار دولار بال 2016 وبحوالي 300 مليار دولار بال 2035، وهي أرقام مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع التكلفة المتعارف عليها بالسنوات العشرة الماضية، مما بيعكس بدوره الارتفاع الحاد بتكلفة المشاريع الهندسية. وبتنضاف لها الأرقام تكاليف الصيانة واستبدال المنشآت القديمة والحالية واللي تقدر بحوالي 750 مليار دولار بالإضافة للتكلفة المضافة خارج المصافي من امدادات لخطوط الأنابيب والتخزين والموانئ وتسهيل التسويق واللي قدرت بحوالي تريليون دولار على أقل تقدير. إلى بعض المتفارقات، ارتفاع منسوب مياه البحار أسرع من المتوقع وبيهدد المناطق المنخفضة. تقرير بالإضافة. كشف تقرير صدر خلال محادثات الأمم المتحدة بقطر حول مكافحة تغير المناخ أنه منسوب مياه البحار إلى ارتفاع مستمر وبمعدل 3.2 مليمتر سنويا بحسب الأقمار الصناعية، أي بأسرع ب 60% من توقعات الأمم المتحدة اللي كانت قرب 2 مليمتر سنويا، الأمر اللي بيهدد المناطق المنخفضة من ميامي لجزر المالديف. وكان كشف التقرير الأخير للجنة الدولية لتغيرات المناخية بعام 2007 أنه منسوب البحار ممكن يرتفع بين 18 و59 سنتيمتر هالقرن دون احتساب التسارع المحتمل لذوبين الغطاء الجليدي بجرينلاند والقطب الجنوبي واللي رح بيضيفوا مزيد من المياه بالمحيطات، مما بيهدد المناطق المنخفضة أي الخط الممتد من الجزر بالمحيط الهادئ وببنغلاديش لطوكيو ونيويورك، واللي ممكن تواجه خطر أكبر من هبوب العواصف والتعري، وبأسوأ سيناريوهات ممكن تتعرض للغرق بالكامل بمياه الفيضانات. وللتذكير، كان ارتفع منسوب البحار حوالي 17 سنتيمتر بالقرن الماضي،
بوقت تعرضت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لانتقاد بعد ما اضطرت لتصحيح أجزاء من تقريرها للعام 2007 إذ بلغت بمعدل ذوبان الأنهار الجليدية بجبال الإيمالايا حيث كانت أشارت لاختفاء هالأنهار بحلول 2035 وبتجتمع حوالي 200 دولة بالدوحة بالفترة من 26 نوفمبر تشرين الثاني ل 7 كانون الأول بإطار الجهود للتوصل لاتفاق بالأمم المتحدة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري مع بداية عام 2020. هيدي كانت أخبارنا إلى جولة البورصات طبعا بداية مؤسسة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على استقرار سلبي بضغط مستمر من أسهم سوليدير ولو كان سجلت سوليدير بعض المكاسب ولكنها تبقى خجولة جدا وما زالت قرب مستويات 12 دولار. المؤشر السعودي عاد لسجل ارتفاعات قوية بحوالي 1% وكان وصلت الارتفاعات لحوالي 1.5% من بعض الوقت بعد تأكيد العديد من المسؤولين السعوديين حول صحة الملك عبد الله بن عبد العزيز طبعا من بعد ما كانت أيضا وصلت المؤشر السعودي والأسهم لمستويات اعتبرت بمكان معين مغرية بالجلسات السابقة. إلى نظرة على المؤشرات الآسيوية حيث تراجعت الأسهم اليابانية صباح اليوم لتوقف بذلك مشوار الصعودي لاستمر 4 جلسات متتالية بالتزامن مع ارتفاع الين وبظل قلق من التقدم غير الملموس للمحادثات طبعا حول الهوية المالية بالولايات المتحدة. طبعا اللون الأحمر واضح على المؤشرات عند انتهاء الجلسة ونيكي الياباني عم يسجل تراجعات بأكثر من 1%. انخفضت الأسهم الأوروبية مع تأثر أسواق الأسهم بالمنطقة بتجدد المخاوف حول الهوية المالية الأمريكية وهي أيضا مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بشكل تلقائي وعم نلاحظ المؤشرات الأوروبية بهاللحظات إلى استقرار سلبي. إلى نظرة على أداء المعادن حيث الذهب وصل خسائره اليوم الثالث على التوالي مع تلاشي الحماس حول اتفاق ديون اليونان وانصراف طبعا تركيز المستثمرين صوب الموضوع الأبرز هالأيام وهو المفاوضات الجارية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة 1733 دولار ونص تقريبا للأونصة. أما نفط فاستقر سلبا وهو أيضا غير بعيدا أدنى مستوياته بانتظار أي تطور بالملف الأمريكي ولكن كان عم بحد بعض الشيء من تراجعات النفط استمرار التوترات بالشرق الأوسط وتحديدا بعد الأزمة المستمرة بمصر وطبعا المخاوف حول الامدادات بهالمنطقة. النظرة سريعة على أداء العملات حيث اليورو طبعا أمام الدولار أمام الين واليورو. الين كان ارتفع اليوم بقوة واليورو تراجع أمام الدولار وابتعد عن أعلى مستوياته بشهر مع تحول ارتياح المستثمرين حول المستوى المستهدف جديد لديون اليونان لمشاعر القلق بانتظار أي تطور بيكون ملموس بالملف الأمريكي. 1.2896 وطبعا كسر حجز 1.29 اللي كان سجله ولكن التذكير أنه كان مساء امبارح صباح امبارح بعد اتفاق اليونان وصل لمستويات 1.30 اليورو دولار. لهم صنهاية الاقتصاد بنعود لكم متابعة النشرة. شكرا موريس. شكرا موريس. بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام غدا الرئيس الأرمني سيرج ساركيسيان لبنان بعدما أقيم له حفل وداع رسمي في قصر بعبدة تخلله لقاء وداعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في سالون سفراء. وفور انتهاء الاجتماع توجه رئيس الضيف وعقيلته إلى مطار رفيق الحريري الدولي حيث غادر إلى يريفان. أقدم 3 مسلحين على دخول منزل علي محمد شرف الدين في بلدة المشرف في الشوف اقتادوه بسيارته إلى جانب زوجته منى كنج والناطور. وعندما وصلوا إلى بلدة بشامون نقلوا الزوج إلى سيارة أخرى كان فيها شخصان وفرا بها إلى جهة مجهولة تاركين الزوج والناطور في بشامون. وفي جامعة القديس يوسف إفلان أقدم مجهول مساء الثلاثاء على إجبار الطالبة ألف ألف على الصعود بسيارتها واقتادها نحو منطقة الكولا حيث تمكنت من الفرار وتوجهت إلى مركز أمني حيث فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. اجتازت قوة مشاة إسرائيلية صباح اليوم السياج الشائك في مرتفعات الوزاني وتقدمت مسافة 10 إلى 15 مترا شمال هذا السياج وصولا إلى منطقة متحفظ عليها من قبل الجيش اللبناني. وفي الوقت عينه عملت حفارة إسرائيلية على إقامة سواتر ترابية وحفريات في محاذاة البوابة الحديدية التي كانت أقامتها قبل شهر قبلة منتزهات الوزاني وقد وضع الجيش اللبناني واليونيفيل في حال استنفار. النائب عاطف مجدلاني يطالب مجلس النواب إحالة ملف تزوير شهادات الصيدلة إلى النيابة العامة لكشف ملابسات هذه الفضيحة ومن وراءها. ما قامت به وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية ونقابة الصيادلة بسحبها إجازات ممارسة مهنة الصيدلة
من 15 صيدليا زوروا شهادات الكولوكيوم، أمر جيد ولكنه مرة أخرى غير كاف كما حصل مع ملفات الأدوية المزورة. المطلوب إحالة هؤلاء إلى التحقيق. إن هذا الموضوع يستدعي تدخل النيابة العامة التمييزية وفورا، وبصورة خاصة النائب العام التمييزي، كون هذا التزوير يشكل اعتداء على سلامة وأمن المجتمع اللبناني. وفي التقرير الخاص، ما قصة شهادات الصيادلة وإفادات الكولوكيوم المزورة؟ التفاصيل مع جويس عايقي. وكأنه لم يكفي ملف الدواء، التزوير في الأدوية وإدخالها بشكل غير قانوني وغير شرعي إلى البلاد وهي لا تراعي أصلا شروط الصحة العامة، ليضاف إلى الملف تزوير جديد في الشهادات المعطاة للصيادلة. تخيلوا أنه حتى إفادات كولوكيوم التي على أساسها يعطى الصيدلي حق ممارسة المهنة مزورة. 15 إفادة مزورة ضبطت ل15 صيدليا كانوا يسرحون ويمرحون ويمارسون المهنة خلافا للقانون والأصول، فيتلاعبون بصحة المواطن من دون ذرة ضمير. 6 من هؤلاء يملكون صيدليات، وأحدهم يملك مختبرا، والباقون يعملون في شركات وصيدليات. اكتشاف لوزارة الصحة يسجل لها بعد سبات طويل، اكتشاف استدعى تحرك وزير الصحة علي حسن خليل ليصدر قرارا استرد بموجبه إجازات ممارسة مهنة الصيدلة بصورة نهائية من 15 صيدليا. إنجاز. وبعد إفادات الكولوكيوم الصادرة عن المرجعية الرسمية أي وزارة التربية غير صحيحة. كيف؟ تبين للوزارة أنه اللي وقع الإفادة هو أمين سر لكولوكيوم سابق من سنوات عديدة. يعني هو المزور؟ لا لا لا، هو غير موجود، هو مرحوم، هو توفى، هو متوفي من سنوات عديدة. يعني حاصلين على الختم؟ حاصلين على شهادة قديمة ومزورينا بما بعرف كيف بيزوروا الشهادات بأساليبهم الخاصة. إذا كان التزوير مستمرا، فما الحل المطروح للقضاء عليه؟ ممكن ضبطها بشكل أكبر إذا تم المكننة. في ضبط لعدد مش قليل، وفي عدم ضبط لعدد مش قليل كمان، معنا إحصاءات. وزارة الصحة وفي اتصال مع الام تي في رفضت التعليق على الموضوع مكتفية بالقول الأمر لم يعد لدينا بل لدى وزارة التربية. جيد، ونحن لما عرفنا هذا الموضوع وتحققنا منه بالفعل رفعت كتاب لهيئة القضايا بوزارة العدل. هل تستطيع أن تعد أنه لن يكون هناك شهادات وإفادات مزورة بعد اليوم؟ لا، ما في حدا يعطي هالوعد بالعالم كله. نحن اللي فينا نقوله أنه نجرب نضبط الوضع بشكل أكبر. لم يستطع الوزير أن يعد بوقف التزوير، فمن عساه يفعل؟ تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، نفذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاماً أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت إسكوا بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والمؤسسات اللبنانية والفلسطينية وأبناء المخيمات. الكلمات شددت على قدرة الفصائل على الصمود ومواجهة العدوان الإسرائيلي، محذرة من شن أي عملية برية على القطاع. بعد الإعلان، إسرائيل وحافلة عباس. أهلا بكم من جديد. تذكير بالعناوين. البلاد تعيش يوما ثانيا من الإضراب، والحكومة تلتئم اليوم في بعبدة وقد تبحث في سلسلة الرتب والرواتب. الرئيس سليمان يرجئ جلسة الحوار الوطني إلى الأسبوع الأول من عام 2013. الأزمة السياسية في مصر تتفاقم، اشتباكات في ميدان التحرير، وواشنطن تقلل من مخاوف تحول مرسي حاكما ديكتاتوريا. عشرات القتلى في انفجارات هزت جرمان جنوب شرق دمشق، ومقاتلو المعارضة يسقطون طائرة حربية جديدة في ريف حلب.
العباس في الأمم المتحدة غدا لطلب منح بلاده صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. وقبل متابعة الأخبار السياسية، صفحة رياضية والزميلة ساندرين جبرة. هاي ساندرين. هاي شانتال. هاي روبير. شو عنا أخبار؟ اليوم عنا أخبار كرة قدم مع بطولات أوروبية جريت مبارح وأكيد NBA. تفضلي. البداية مع كرة القدم وتحديدا المرحلة 14 من الدوري الألماني، حيث ضيع امبارح بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني فرصة تقليص فارق النقاط عن المتصدر بايرن ميونخ بعد تعادل مفاجئ على أرضه أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة 1-1. بهالتعادل رفع دورتموند رصيده ل 26 نقطة، وأعطى بايرن ميونخ فرصة توسيع الفارق ل 11 نقطة في حال فاز مساء اليوم أمام فريبرغ. من جهة تانية ما استفاد شالكي المصنف ثالث بالترتيب العام من تعادل دورتموند، بل حقق مفاجأة تانية بخسارته أمام هامبورغ 3-1. إشارة أنه بباقي البطولات الأوروبية اللي جرت امبارح، حقق لاتزيو روما فوزه الثامن هالموسم بالدوري الإيطالي بعد ما فاز على ضيفه أودينيزي 3-0. بإسبانيا وتحديدا ببطولة الكوبا ديل ري، جدد ريال مدريد فوزه على الكويانو من الدرجة الثالثة 3-0. أما بفرنسا فتأهل سانتيتيان للدور نصف النهائي من كأس الدوري الفرنسي بعد ما فاز على باريس سان جيرمان بضربة الترجيح 5-3. بالـ NBA استضاف هيوستن روكيتس مساء امبارح فريق تورونتو بأمل مواصلة مشواره الجيد بعد انتصارين على التوالي. شهدت المباراة تألق لاعب هيوستن جيرمي لين يلي سجل 16 نقطة و10 تمريرات حاسمة لتنتهي المواجهة بفوز فريقه بفارق 16 نقطة بواقع 117-101. أما بأبرز النتائج الباقية يلي تسجلت أيضا امبارح، ففاز فيلادلفيا 76رز على دالاس مافريكس 198، فينيكس سانز على كليفلاند 91-78، وانديانا بيسرز على LA ليكرز 79-77. ننتقل لإنجلترا، حيث احتفل امبارح فريق ريد بول بمقره الرئيسي بميلتون كينز بفوز سيئو سيباستيان فيتيل بلقب بطولة العالم الفورميلا 1 لعام 2012. هيدا الفوز الثالث على التوالي للفريق بلقب بطولة العالم للسيئين والصانعين يلي اختتمت منافساتها بالبرازيل يوم الأحد الماضي. ويعد السيء الألماني فيتيل البالغ من العمر 25 سنة أصغر سيء بنيل لقب بطولة العالم 3 مرات. أما السيء الآخر بالفريق مارك ويبر فساهم بفوز ريد بول بلقب بطولة الصانعين بعد ما نيل لقب جران بري موناكو وبريطانيا وحل سادس بالترتيب العام. هيدي أبرز أخبارنا الرياضية لبيروت اليوم. روبير وشانتال برجع لكم. شكرا ساندرين. إسرائيل تنشر فيديو للرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يقود حافلة نحو الأمم المتحدة. كان القرار النهائي أن نذهب غدا إلى الأمم المتحدة. قبل ساعات من توجه الرئيس الفلسطيني إلى نيويورك، بثت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على موقع يوتيوب تحذيرا لعباس ضد مسعاه لرفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة بصفة مراقب. والفيديو عبارة عن مقطع من الرسوم المتحركة يظهر عباس وهو يقود حافلة في طريقه إلى الأمم المتحدة، إلا أنه يواجه مطبات في أثناء قيادته وحواجز مكتوبا عليها عبارات الرئيس الأمريكي لثنيه عن مسعاه. إلا أن عباس يبدو مصرا على الاستمرار إلى أن يصل إلى مفترق طرق، ويجد نفسه مضطرا للاختيار بين سلوك طريق الحرب الذي ينتهي في الأمم المتحدة وسلوك طريق السلام المصور كأنه الجنة وفق الفيديو الإسرائيلي. هذا ويحمل الشريط رسالة لعباس من السفارة الإسرائيلية منفذها أن السلام لن يتحقق عن طريق ذهابه إلى نيويورك، بل بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وفيما تعارض الولايات المتحدة خطوة عباس، ستصوت فرنسا وإسبانيا والنمسا ودول أخرى لصالح فلسطين. في الرياض، حذر مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من مهبة المساس بالأمن والاستقرار وتأثير الفضائيات والإنترنت التي تشوه الإسلام وتدعو للفتن ونشر الفوضى والأكاذيب، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع مع ولاة الأمر.
في اليمن قتل دبلوماسي سعودي ومرافقه في هجوم نفذه مسلحون مجهولون جنوب العاصمة صنعاء. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن الدبلوماسي الذي قتل على الفور مسؤول في الملحقية العسكرية لسفارة المملكة، وتمت مهاجمة السيارة بالرصاص ما أدى إلى انقلابها. أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أن القوات الأمريكية انتهكت 8 مرات المجال الجوي الإيراني خلال تشرين الأول، وأن طهران رفعت احتجاجا رسميا إلى مجلس الأمن. المتحدث لم يشر إلى طبيعة الانتهاكات، ولكنه اكتفى بالقول إن آخر حادث وقع في الأول من تشرين الثاني عندما تعرضت مقاتلتان إيرانيتان لطائرة مراقبة أمريكية بدون طيار. بعد الإعلان، الهند والوظائف المذلة. والآن صفحة الأحوال الجوية مع الزميلة ألين برومان أبي هيلة. مرحبا. الأجواء الصافية المستقرة يلي بلشنا فيها الأسبوع رح تستمر معنا اليوم وبالأيام الجاية. اليوم نهارنا صافي ومشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة ببعض المناطق وأجواء باردة بالليل وين ما كان. اتجاه الرياح الشمالي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 24 وال 25 درجة، على الجبال بين 10 وال 21، أما بالداخل فبتتراوح بين 19 وال 20 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف، البحر هادي، والجو مثل ما ذكرنا صافي ومشمس. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضيعة اللبنانية؟ منشوف بها الجولة من الجو ومننطلق من منجز 20 درجة طرابلس 24، 20 درجة ببترام، بلا 10 درجات، بيت شليلة 14، العشرين 13، 21 درجة بدير القمر، وطقسنا مشمس وصافي بكافة المناطق. مارون الراس ودير ميميس 20 درجة، 17 درجة بخربة أنفار، والختيم بيكون بالقع مع 20 درجة. لمحة سريعة عن طقس بقية هالأسبوع، اليوم الأربعاء بتسجل الحرارة 25 درجة بنهار وطقسنا مشمس وصافي، بتستقر على هالشكل لنهار الخميس. نهار الجمعة بتسجل الحرارة 24 درجة كمان لنهار السبت، وبكمل طقسنا مشمس وصافي. من بعد هالجولة على طقس لبنان بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بتبقى أكيد بنشرتنا الجاية. على هامش مؤتمر الدوحة للمناخ، أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية إيزابيلا تكسييرا نجاح حكومتها بخفض معدل قطع الغابات في الأمازون إلى أدنى مستوى منذ 24 عاما بملاحقتها المعتدين على الثروات الطبيعية. وبحلول عام 2020 ستتوصل البرازيل إلى خفض معدلات إزالة الغابات بنسبة 80%، ما يساعد دول أمريكا الجنوبية على خفض معدل انبعاث الغازات السامة بنسبة 36%. وظيفة مذلة تترجم واقعا مريرا تعيشه آلاف الهنديات. تقرير إرسلا دكاش. في هذه البلدة التي تبعد فقط 30 كيلومترا عن العاصمة الهندية نيودلهي، نساء يتحملن أصعب ظروف الحياة ويعملن إنجاز وضع ما يفعلنه في خانة الوظائف كعاملات لإزالة النفايات الإنسانية من المراحيض يدويا، ويعود السبب لعدم انتشار خدمات الصرف الصحي في كافة أنحاء البلاد. هذا الواقع المرير والوظيفة المذلة التي تجبر تلك النسوة على القبول بها لعدم توفر وظائف أخرى أصبحت غير شرعية منذ 20 عاما، لكنها لا تزال موجودة حتى اليوم لأن القانون لا يطبق فعليا. هذا العمل منتشر كثيرا في الهند مع 200,000 شخص تقريبا يقومون به، و90% منهم هم من النساء. سلة، مكنسة ومجرفة هم أدوات العمل الذي يكسب من خلاله من يمارسه بعض الدولارات أو حتى بعض الطعام. استنادا للإحصاءات الأخيرة، 1.2 مليار شخص في الهند ليس لديهم مراحيض في منازلهم، وهم مجبرون على قضاء حاجاتهم في الخارج. من المؤلم جدا أنه في القرن 21، ورغم كل التطور الذي يفاخر الإنسان بالوصول إليه، لا يزال هناك ملايين الأشخاص لا يتمتعون بأدنى حقوق العيش الكريم.
أمرت محكمة الأمريكية شركات التبغ بدفع تكاليف حملة إعلانية على مدى عامين تشرح فيها بأنها تعمدت خداع الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار الصحية السلبية للتدخين. ومن التصريحات التصحية التي ستطرحها الشركات: التدخين يقتل 1200 أمريكي في اليوم. شركات السجائر أخفت مدار التدخين على مدى عقود. وتجتمع وزارة العدل الأمريكية مع شركات التبغ لمناقشة كتابة التصريحات على علب السجائر والصحف ونشرها على مواقع الإنترنت والتلفزيون. ختاما إلى صفحة متفرقات سريعة. مسلسلات رواد فضاء إلى روسيا لحتى يخضعوا للفحوصات الأخيرة قبل ما ينسمح لهم أنهم يكونوا جزء من الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية. هالاختبارات هي للتأكيد أنهم صاروا جاهزين تماما وفهمانين شو مهمتهم بالتحديد. افتتحت دوقة كامبريدج زوجة الأمير ويليام كيت أحد المعارض بلندن يلي بضم 22 عمل مميز، وكان لكيت جولة واسعة بالمعرض مع المدير المسؤول. سماء نيويورك رقصت بأضواء على أنغام موسيقى أليشيا كيز، بما أنه أضيء مبنى الإمباير ستيت الشاهق الارتفاع بأضوية الـLED. أليشيا هي يلي بنفسها أضاءت العرض المميز يلي بيتألف من 16 مليون لون مع مؤثرات خاصة. هالمبنى ارتفاعه 1454 قدم وهو من أكثر الوجهات السياحية بنيويورك. كيم كارداشيان هي الشخصية الأكثر بحثاً على موقع بينغ، وقدرت بعام 2012 أنها تتفوق على جاستن بيبر. كم البالغة من العمر 32 سنة سلطت عليها الأضواء بالبداية عام 2007 من بعد ظهورها بشريط إباحي. يبدو أنه نجمه للمغني الكوري الجنوبي ساي بعده ساطع، وأغنيته غانغنام ستايل بعدها عم بتلاقي صدى إيجابي كبير بين الناس بمختلف البلدين. فهو أخيراً وصل إلى بانكوك حيث كان بانتظاره عدد هائل من الناس ليشوفوه. ساي رح يقدم حفلة ببانكوك قبل ما ينتقل إلى هونغ كونغ يوم الخميس. نشرة بيروت اليوم انتهت. نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. تتابعون في الحوار مع الزميل فادي عضو كتلة القوات النيابية النائب جوزيف معلوف. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.